لم يكن ديستان أردا الشاب التركي يعلم، وهو يضع وشمه على رقبته اقطع هنا، أنه سيموت بقطع عنقه وفي نفس المكان الذي وشم فيه كلماته. ولم يكن يعلم أن صديقه الذي وضع له الوشم سيكون سببا في موته دون أن يدري. ولم يخطر ببال تلك الممثلة وهي تدعو على زميلتها بالحرق مجسدة أحد المشاهد أن تلقى زميلتها حتفها بعد أعوام كجثة محترقة. ولم تكن تعلم الممثلة ذاتها أن زميلتها التي دعت لها بالموت طعنا بالسكين أنها ستلاقي نفس المصير. لذلك انتبهوا لما تقولون، فبعض الكلمات قد تتحقق ويكون فيها الهلاك. أما بالنسبة لمارتن فقد كان الوضع مختلفا، فلم يكن يعلم أن كلماته التي قالها قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ستكون انتقاما له حتى بعد موته. مارتن دورام مواطن أمريكي يعيش مع زوجته جلينا وابنه من زوجته السابقة كريستينا كيلر. كانت حياته رتيبة حتى ذلك الوقت، فلم يكن يعلم ما الذي ينتظره. تعرض مارتن وزوجته جلينا لصعوبات مالية أدت إلى التهديد بالقتل من قبل الدائنين لعجزه عن السداد، ولكنه لم يكن قد وضع في حسبانه أن تلك التهديدات قد تكون واقعا ذات يوم. ففي أحد الأيام شعر جارهم بالقلق بعد عدم الاستماع إلى صوت الزوجين لمدة يومين متتاليين، لذلك قرر استدعاء الشرطة. وكان واضحا أن البيت قد تعرض لهجوم مسلح من قبل عصابة ما. ثم بعد ذلك حضرت الشرطة إلى موقع الحادث. كانت جثة مارتن وزوجته ملقاة على أرضية غرفة النوم. في البداية اعتقدت الشرطة أنهما ماتا قبل وصول السلطات، لتلاحظ أن جلينا لا تزال تتنفس. أوضح الرقيب جاري ويلسون للمحكمة أنه أثناء ذهابه للتحقق من نبض جلينا فتحت عينيها وبدأ جسدها في الارتعاش وهي تسأل: ماذا تفعلون؟ ما الذي حدث؟ وتبين أن مارتن قد تعرض للإصابة بخمس رصاصات في مواضع مختلفة من جسده، بينما أصيبت زوجته جلينا في رأسها بجرح ناجم عن طلق ناري واحد. وتم استكمال التحقيق، وقررت الزوجة السابقة كريستينا أن تحتفظ بالببغاء الإفريقي الذي كان يقتنيه زوجها السابق مارتن، لتتابع الشرطة البحث في ملابسات الهجوم الذي تعرض له مارتن وزوجته. ولكن تم العثور على دليل غير مسار التحقيق بشكل كامل، ساعد على حل القضية وهو الببغاء. في أحد الأيام حضرت كريستينا كيلر الزوجة السابقة لمارتن وهي تحمل الببغاء إلى الشرطة، ذلك لأن بود الببغاء الرمادي الإفريقي ظل طوال الوقت يكرر عبارة بصوت مارتن: لا تطلق النار، وهي كلمات مارتن الأخيرة قبل موته. لم يكتفي الببغاء بذلك، بل ظل يردد المشادة الكلامية الحادة مقلدا أصوات مالكه السابق وزوجته، لتتوجه أصابع الاتهام إلى جلينا زوجة مارتن الحالية على أنها هي القاتلة. لم يكن أمام جلينا سوى الاعتراف بجريمتها، أما بالنسبة للجروح في رأسها فهذا لأنها قد حاولت الانتحار بعد إطلاق النار على زوجها، لذلك لم يكن أمام المحققين سوى تقديم الببغاء كشاهد على تلك الجريمة. حكم على جلينا بالسجن مدى الحياة في إصلاحية وادي هورون. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها النظر في شهادة الببغاء أمام المحكمة. ففي تسعينيات القرن الماضي كان محامي سانتا روزا تشارلز أوغولنيك هو المدافع العام عن رجل متهم بقتل زوجته، وكان الببغاء مقلدا صوت المرأة وهي تتوسل إلى زوجها بعدم إطلاق النار عليها. هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم، نراكم في قصة جديدة إن شاء الله.